السلام عليكم مشاهدينا متابعي برنامجنا في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نون. كثيرا ما مثلت صورة إطارا نرى من خلاله الذكرى بحلوها ومرها، ونشاهد عبرها الحياة والزمن الذي يتوقف في تلك اللحظات. الصورة تتحدث وتروي قصصا وحكايات، يقولون سافر ففي الأسفار خمس فوائد، ولكن ضيفتنا لم تكن تعلم أن للسفر فائدة سادسة تمثلت في اكتشاف وصقل موهبتها في التصوير الفوتوغرافي. فقد سحرها جمال المناظر الطبيعية في غرناطة الأندلسية التي قصدتها بهدف متابعة دراستها، وهناك اقتنت أول كاميرا لتبدأ رحلة توثيق اللحظات الرائعة والذكريات الجميلة وإيصال أصدق اللقطات إلى الناس. لاقت صورها إعجاب الكثيرين وواجهت النقد من البعض الآخر، لكن ضيفتنا واصلت شق طريقها بقوة وعزيمة الفتاة الفلسطينية المتحدية للظروف والصعوبات. ضيفة برنامج نون في هذه الحلقة هي المصورة الفوتوغرافية الفلسطينية آلاء حمدان. بداية علاقتي مع آلاء كانت بالجامعة من خلال لقاءات للمصورين أو لقاءات للطلاب أكثر اللي عندهم اهتمام بالتصوير. كانت لقاءاتنا إنه أنا إنسانة ما بعرفها كثير يعني كآلاء كشخصية، بعدين صار في صحبة كثير قريبة لدرجة إنه صارت طلعاتنا على التصوير مع بعض، لقاءاتنا حتى الثقافية والمعرفية كانت مع بعض، دخول المرأة لمجتمع جديد بعالم التصوير كعالم هو يعني معظمه بمجتمعنا بيكون ذكوري أكثر، بس دخلناه بقوة. آلاء حمدان كنت أراقبها من بعيد لبعيد متابعة لطلعاتها بما أني كنت مغتربة، فكنت دائماً أني أتابع أخبارها والإيفنتات والورشات اللي بتعملها. ظليت متمني أني في يوم من الأيام أني أعمل معها ورشة عمل، وبصراحة زي كأنه حلم كان. كانت أول ورشة إلي السنة الماضية، ورشة عمل كانت عبارة عن فريق من البنات، فهذا إشي جميل جداً أنه يعني الواحد بياخد راحته أكثر. أول ما أعلنت عن دورة متخصصة بالتصوير شاركت فيها، اللي ساعدني أنه كان كثير الأوقات مناسبة، كان تنظيمها رائع للدورة التدريبية، كان في التزام فيها ومراعاة لظروف الجميع. بنفس الوقت يعني تأخذنا أساسيات التصوير اللي دعمتك لتنطلق بشكل عملي، ففادتني بشكل كتير كبير لبداية للتصوير باحترافية يعني. مشاهدينا رحبوا معنا بضيفة برنامج نون في هذه الحلقة المصورة الفوتوغرافية آلاء حمدان، وطبعا نرحب بجميع أسئلتكم واستفساراتكم من خلال الرقم الذي يظهر أسفل الشاشة. مرحبا بك آلاء. أهلا وسهلا. مرحبا، كيف حالك؟ تمام الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. كم صورة التقطتي منذ أن وصلتي إلى الدوحة؟ يعني كاميرتي ما هديت يعني من اول ما اجيت، وانا حابه عن جد كل شيء اشوفه اوثقه، يعني مناظر جميله، مشاهد جميله، شط البحر. تحبين الطبيعه كثيرا؟ جدا جدا. آلاء سابدا الحوار بسؤال فلسفي. تمام. قليلا، درستي اللغه الاسبانيه وتدرسين اللغتين العربيه والاسبانيه. السؤال الفلسفي هو ما هو القاسم المشترك بين اللغه والتصوير الفوتوغرافي؟ سؤال جميل بصراحة. يعني برأيي هو الثقافة، يعني تقدري تشوفي من خلال اللغات عالم مختلف، ثقافة مختلفة، تاريخ مختلف، كل ما يتعلق بذلك التاريخ من خلال لغة معينة. والصورة هي طريق مختصر أحيانا لرواية التاريخ، للتحدث عن الثقافة، للتحدث عن العادات والتقاليد وعن مجتمع. فأنا شعرت أنه اثنين فيهم رسالة، واحدة رسالة من خلال اللغة والتحدث والتعرف على الآخرين. أحيانا في ناس ما بتقدر توصل لهم من حول العالم، فاكتشفت أن الصورة ممكن توصل لكثير ناس من حول العالم تحكي بلغة خاصة. أحيانا أنا ما بقدر أحكي كل لغات الدنيا، ولكن الصورة بالفعل بتحكي يعني جميع اللغات حول العالم. نعم. كيف كانت البدايات؟ بداية كان بكاميرا بسيطة في غرناطة. صراحة المناظر كانت هائلة،
الخضر الخضرة مع وجود التاريخ الشوارع، وكانت أول دولة أوروبية بزورها. بدأت بالتقاط بعض الصور ووصلتني عدة ملاحظات من ناس مصورين ومحترفين إنه صوري لها جمالية خاصة يعني، فشعرت إنه ما زلت أحتاج إلى يعني تطوير نفسي، ومن هنا بدأت الرحلة مثلا من مرافقة مصورين محترفين، من التدريب الشخصي، من المتابعة، لحد ما الحمد لله يعني قدرت إنه نوعا ما أطور من نفسي. بدأت بكاميرا بدائية جدا، بسيطة جدا يعني. أنا دائما حتى يعني بحكي لا تتعد، كانت من عيدية العيد أخذت اشتريت فيها في هدف بس توثيق رحلتي، بس ما توقعت إنه ممكن أصور صور تعبر عن مدينة والناس تصير تتابع بشغف الصور اللي أخرجتها من إسبانيا وتتعرف على إسبانيا بعيوني. فشعرت إنه فعلا أنا عندي رسالة أنقلها، إنه كيف هي إسبانيا اللي أنا شايفتها للناس، والناس كانوا مستمتعين، أهلي أصدقائي، ومن هنا بدأت يعني الرحلة. جميل. بالحديث عن الأهل، تقولين أن والدك هو مصدر الإلهام لديك، هل كان معك في إسبانيا؟ والدي كان معي فترة قصيرة بهدف الزيارة، ووالدتي كذلك يعني. الحمد لله ماما وبابا دعموني جدا في هذه المرحلة، في هذه التجربة. بابا مهندس معماري، فنظرته الفنية للأمور، فطبعا له شغف معماري وخاصة يتعلق بالفن الإسلامي وكل ما هو غريب، فنظرته كانت الأمور الفنية عن جد كانت ملهمة بالنسبة إلي. هو يعني يملك خلينا نحكي غرفة كاملة فيها إطار صور، إطار الصور في إطارات يعني كل صورة بتحكي عن بلد، عن تاريخ، وكلها من رسامين أصليين، أو خلينا نحكي صورة أصيلة. فالأصالة بحب بابا للفن كان جزء من الإلهام الحمد لله. نعم، ولكن أنواع الصور الموجودة لدى والدك كان مختلف عن نعم. الصور التي أنت نعم. تحبين التقاطها. نعم. بتعرف إيه؟ الفن يعني أحيانا له لغة مشتركة، بيختلف الفن، ممكن يكون موسيقى، ممكن يكون بالصور، ممكن يكون أفلام، ولكن متى اجتمع شاهدت إنه فعلا يعني هو رسالة واحدة وشعوره واحد باختلاف يعني المحاور ممكن يتطرق لها كل فن. نعم. ماذا عن أنواع الصور غير الطبيعة، ماذا تحب ألا أن تلتقط، أي نوع من الصور؟ بحب street photography، تصوير الشوارع، لأنه بعتقد إنه بوثق فعليا حياة مدينة بيكون غير مخطط لها. بتطلع على الطريق للشارع، بتصوري الناس، بتصوريهم بالأسواق، بتصوريهم بحياتهم اليومية، طلاب مدارس رجعين من المدارس، بتصوري المواصلات، الأزمة، فأنت هون بتعيشي المدينة بكل تفاصيلها بدون حاجتك لترتيب مسبق مع المدينة كاملة لتصوريها. بتصوري مناظر طبيعية بوجود ناس حواليها أحيانا يعني، لا بتصوري المناظر السياحية من نظرة مختلفة. يعني أنا نادر ما يكون في عندي صورة لمنطقة سياحية أو طبيعية بدون ناس، بشعر إنه الناس بضيفوا حركة للصورة، بضيفوا حياة. فلهيك أنا بشوف إنه تصوير الشارع من أكثر الأمور اللي بحبها، وخاصة إذا كانت الصورة نوعا ما تحمل قصة كاملة يعني. نعم. بتدل على مدينة كاملة. نعم، الناس يضيفون الكثير، وأيضا نعم. الاتصالات تضيف الكثير إلى برنامجنا. السلام عليكم إلهام. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. كيف تقضين الأجواء الرمضانية؟ الحمد لله. هل لديك سؤال لضيفتنا اليوم؟ نعم، تفضلي. أنا عندي موهبة التصوير، كيف أنمي هذه الموهبة؟ رائع، شكرا لك يا إلهام على هذا السؤال. أهلا وسهلا يا إلهام. بالنسبة لموهبة التصوير، إذا إلهام إذا بتحبي التصوير وعندك شغف وماما بابا بيساعدوكي، جميل إنه مثلا تصيري تشاهدي صور بعض الناس اللي بتحبي لهم تصوير، تشوفي شو أنت بتحبي تصوري، هل بتحبي تصور ناس، بتحبي تصور طبيعة، بتحبي تصور إخوتها، وبتحبي تصور فعاليات، شوفي أنت شو بتحبي تصوري بالحياة، وبعدين اللي بتحبي تصوري تفرجي على صور ناس هيك على الإنترنت، خلي عندك الروح إنه دائما بتحبي تصوري أفضل وأفضل وأفضل. وكمان إن شاء الله بس تكبر شوي بتشتري كاميرا، بتصير تشوفي الإعدادات وبتصير تشوفي الإضاءة، فيعني بتطور من نفسها، ولكن ضروري إنك تتابعي وتتفرج على صور مصورين وبرامج عن التصوير لحتى يصير عندك ثقافة عن التصوير. خطوة بخطوة إن شاء الله. إن شاء الله. لدينا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا سارة؟ الحمد لله. تتكلمين من قطر صحيح؟ نعم. انتهت المدرسة وبدأت العطلة الصيفية. نعم. كيف تقضين أيامك بالعطلة الصيفية؟ أحيانا بالدراسة والتصوير
أشاهد جيم دائما. رائع، إذا تحبين التصوير أيضا؟ نعم. ولديك سؤال لضيفتنا اليوم. نعم تفضلي. كيف لديك الموهبة للتصوير؟ شكرا لك يا سارة. كيف عرفت أن لديك الموهبة للتصوير؟ سؤال جميل يا سارة. بداية التقطت الصور لأني بحب المنظر العام، لأنه كنت في أحيانا صحن طعام بسيط أصوره ألتقطه وأحس أنه بيخرج بنتيجة جميلة، فاكتشفت أنه أنا فعلا أستمتع جدا أنه لما يكون معي كاميرا وأصور المشاهد أنا بكون عايشتها، وبستمتع جدا أنه لما أحكي للناس عن التجربة بيرفقها الصور، والصور ايضا بتحكي، فبتكتشفي انه ما بتقدري تخرجي من البيت بدون كاميرتك، هون بتشوفي انه في علاقه بينك وبين كاميرتك، يعني علاقه صداقه، وهي فعلا بتحكي عن لغه، بتحكي عنك احيانا. نعم، لدينا اتصال اخر، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا نسرين؟ الحمد لله. تحبين التصوير؟ نعم. تلتقطين الصور في الجزائر؟ أجل وكثيرا. رائع، هل لديك سؤال لضيفتنا اليوم؟ نعم تفضلي. أجل تفضلي. هل بدأت تصويرا منذ صغرك أو ما والآن من الكبر؟ شكرا لك يا نسرين. متى بدأت؟ أنا بدأت تقريبا من 5 أعوام التصوير، فكانت هي بالنسبة لي مرحلة جديدة في حياتي والحمد لله، ولكن متى ممكن شخص يبدأ بعمر 5، ممكن شخص يبدأ بعمر 10، ولكن هي تتطور مع العمر. فأي شخص بحب التصوير برأيي لازم يشاف إن عنده الشغف، ما ينتظر لحتى يكبر أو ينتظر لحتى يكون عنده وقت فراغ أو لما يتخرج جامعة، لا بالعكس لازم يبدأ الآن. إذا أنت عندك موهبة أو أنت عندك موهبة امسك الكاميرا، درب حالك، طور من نفسك، ومع العمر بتصير تتطور وبتصير محترف أكثر، بس ما تنتظر، يعني لأنك صغير هذا لا يعني أنه لا تستطيع التصوير، بالعكس ممكن أجمل الصور بيخرجوا من عيون الأطفال. متى تشعرين بهذا الشغف والحب لموهبة معينة يجب أن تطلق العنان لهذه الموهبة؟ تماماً موهبة. تماماً. لا سنتوقف الآن مع التقرير، سيعجبك كثيرا، وبعدها نكمل الحوار إن شاء الله. يبقى لأيام رمضان رونق خاص ومختلف عن سائر الأيام. ألا كيف كانت الأيام الرمضانية في إسبانيا؟ إسبانيا كان رمضان فيها سبحان الله أحيانا في صعوبات تستشعر طبعا. من وجودك في عدم وجودك بدولة جميعها يعني ممتنع عن الطعام معك، ولكن ايضا له رونق خاص من ناحيه هيك جهاد النفس ومحاوله انه تريد انه تثبتي على الصوم طوال اليوم، ان تحافظي على صومك. في نهايه الامر مثل التقرير كان رائع، وفعلا هو يمثل الحياه المسلمه في الغرب، انه في النهايه تجتمعي مع العائله، تذهبي للصلاه، فهناك امور تبقى كما هي حول العالم، اجتماع العائله، صلاة التراويح، وهناك أمور تختلف خلال اليوم، وهنا يأتي متعة الموضوع أحيانا رغم الصعوبات. صحيح، التحدي جميل أحيانا. التحدي جميل جدا بهذا الأمر. نعم، بالحديث عن رمضان والأجواء الرمضانية، حدثينا عن ابتسامات رمضانية. جميل، ابتسامات رمضانية هي مبادرة ظهرت العام الماضي من عامين مع صديقتي عنود، بدأناها من خلال توثيق لحظات خلال النهار لابتسامات الناس في الشارع رغم الصيام وأحيانا المشقة وأحيانا الحر. المشروع بدأ وتخصص بالفتيات، فهو عبارة عن تقريبا 50 أو 60 فتاة يجتمعوا في مكان، يأخذوا بالبداية ممكن ورشة تصوير سريعة بالإعدادات بالتقنية، كيفية التعامل مع الناس، كيفية طلب التصوير، ومن ثم ينطلقوا إلى مدينة في عمان وسط البلد لتصوير مشاهد عامة من الشارع خلال رمضان. والهدف إثبات أنه رمضان لا يعني الكشرة والزعل خلال الصيام، بالعكس ممكن تكون سعيد، ممكن تكون مبسوط رغم الإرهاق. وهذا الهدف، وكان الحمد لله مبادرة ناجحة، وتنتهي بإفطار جماعي ضخم مع صديقات ومفعماتك بالطاقة والحيوية والرغبة بالتصوير. فعلا فكرة جميلة ورسالة أجمل. الحمد لله، الحمد لله فعلا. وأهم شيء زي ما حكيت الرسالة من خلف الصورة، احنا لا نصور فقط الناس اللي حتى نحطها على فيسبوك ونحكي جميلة، لا
ما هي الرسالة خلف الصورة؟ ما هي القصة التي تريد أن تحكيها كل صورة يعني؟ تتكلمين عن الرسالة خلف الصورة، ولكن أنت أحياناً تكتبين كلمات تحت الصورة وليس فقط خلف الصورة. كيف في رأيك تكمل الكلمة الصورة؟ جميل جداً. أحياناً أكتب شيء لا علاقة له بأي صورة، وأكتشف وأتذكر صورة من صوري تنطبق على هذا الكلام، فأضع الصورة مع الكلام وأشعر أنها تكتمل الرسالة. وأحيانا ألتقط صورة وأنا في ذهني خاطرة أو جملة معينة أو موقف معين وأكتبه حتى يترافق الصورة مع كان في خاطري عندما التقطت هذه الصورة، يعني تندمج الأفكار. فإذا هذه هي الأفكار التي كانت في بال آلاء في تلك اللحظة تماماً بالذات. تماماً. أحيانا أمام الصورة مهم جدا، ولكن ما خلف الكاميرا مهم جدا كذلك. ولكن الآن أنت عادة تكتبين الكلمات، ولكن بكلمة واحدة ستصفين لنا الصور التي سنراها الآن على الشاشة. تفضل. هذه الصورة الأولى. صورة غروب في إيطاليا، شعرت إنه سكينة، كان يوم حفل وشعرت بهذيك اللحظة بالسكينة، صورة الغروب والظلال. إذا سكينة. والصورة الثانية. حب. هي ساعات فجر كانت، والتقى الزوجان يعني رغم كبر سنهم يجلسان يعني لوحدهما قراءة لمطالعة الجريدة. حب. جميل. والصورة الثالثة. عنوان الصورة هي تفاصيل لإيطاليا، يعني هذه إيطاليا بتفاصيلها، بالنافذة، بالباب، بالبسكليت المعروف يعني هناك. تفاصيل بسيطة وجميلة. الصورة الرابعة. هذا من مدخل عملي في عمان، البوابة، وهي ساعات أيضا الفجر وأطلق عليها الصبح إذا تنفس. رائعة. وهذه يوم مسائي مشغول وحافل، أيضا ينتهي بذهاب الناس إلى منازلهم وتبقى بجدن مضاءة يعني. اللحظة هاي كانت مهمة جدا لي، طفل مع أخوه كانوا في عراق، ولكن عندما أمطرت الأخو إجا عند أخوه وغطاه بالجاكيت، هاي في مدينة نابلس بفلسطين. جميلة جدا. أخوة. هاي اللقطة بتركيا، شعرت عنها بسعادة كاملة، التقاء السماء بالبحر بالمياه بالحيوانات. هاي بالنسبة إلي تجربة اسم الصورة، وهي أول تجربة لحضور هذه المباراة في أمريكا. نعم. انتهت الصور، شكرا لك. هل تعرفين عدد الصور التي التقطتها منذ أن بدأت حتى الآن؟ بصراحة هي كثيرة ولا أملك أي عدد، ولكن هناك صور يعني اختيارك، يعني كان الصور فعلا هي صور تمثلني في الكثير من الأمور، ولكن العدد كبير جدا فنحتاج إلى 20 لابتوب لوضعها. صحيح. من كلمات السكينة والحب والعطف والحنان، نريد منك كلمة لكل فتاة عربية تشاهدنا اليوم. أنا برأيي أنه أي فتاة عندها موهبة بالتصوير أو خارج التصوير عليها العمل لتصويرها وإتقانها وإبراز نفسها في هذا المجال. جميعنا نواجه تحديات، طريقي لم يكن سهلا، ولكن الجميل في الموضوع أنه بعد التحديات وبعد مقاومة المعيقات مع التعاون الأهل ستصل الفتاة إن شاء الله وتتميز في مجال هوايتها. وهنا أتكلم عن التصوير وهو يحتاج إلى فتيات في العالم العربي. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك ألاء على هذه المقابلة والحوار الرائع. سؤال أخير. أفضلي. كيف نقول شكرا باللغة الإسبانية؟ gracias. gracias. gracias أو gracias. gracias. شكرا. والآن مشاهدينا سنتوقف مع فاصل قصير، نعود بعده إلى عرض فقرات حلقتنا، فابقوا معنا، فاصل ونعود.